انا كوني مهتم بالشأن العام، لما بلدي مرتاحة انا مرتاح. صباح الخير. 13 سنة مروا على استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكل سنة منقرب أكثر من نهج الرئيس الشهيد، منشقلب الصفحات ومناخد ألف عبرة ومنكمل المسيرة لنوصل لوطن أفضل، وطن على قد أحلامنا وأمالنا. الرئيس الشهيد رفيق الحريري حمل على عاتقه حماية لبنان من خلال تحصين الساحة الداخلية وبناء شبكة علاقات دولية. رغم كل المحاولات، الشعلة اللي أضاءها الرئيس الشهيد ما انطفت. مع الرئيس سعد الحريري منتمسك برسالة العيش المشترك، بلغة الاعتدال ومنطق الحوار، بسياسة اليد الممدودة إلى الآخر. منتمسك برؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالبناء والإنماء والأمان والاستقرار والتربية، ولبنان قبلة الشرق والغرب. بين السياسة والمثقف جدلية ومسافة بتقرب وبتبعد. الرئيس الشهيد يلي كان غارق بأزمات السلطة ومشاريع البناء والأعمار ما كان بعيد عن أهل الفكر والثقافة. جانب كبير من الوجه الإنساني والثقافي للرئيس الحريري كشف عنا المخرج السوري الراحل عمر أميرالاي بفيلم الرجل ذو النعل الذهبي. منتابع سوا تقرير عن الفيلم مع زميلتنا مريم الحاج، ومن بعده حديث مكثف ودسم مع الناقد والمؤرخ الثقافي والصحفي إبراهيم العريس، لنضوي معه أكثر عن الوجه الثقافي للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعلاقته بالمفكرين. أستاذ إبراهيم صباح الخير. صباح الخير. رح منتابع سوا التقرير ومن بعده طبعا نبلش حديث. طبعا أنا ما بعترف بالحالة بعيد عن المثقفين بأي معنى. يعني انت عم تحكي ومفترض الاتي، انك انت مثقف وغير مثقف، وهذا مستحيل. يعني كمان انا يعني ما بحب اقولها هاي، بس انا كمان ثقافتي ما بتشكي من شيء ابدا. لا، هوني مثقف كمهني. معلش، والا في الاول انا ما كان اسبوع بدون معركتين وكتابين احيانا. فاحتكارك للثقافة يا استاذ عمر، هذا الامر انا يعني بعترف فيك كمثقف، بس ما بقبل تعترف فيه اني انا جاهل وانت مثقف. انا جاهل معي فلوس وانت مثقف على باب الله. انا ما قلت من موقع بشكل معين، من موقع العلاقة السلطوية. بعرف. اتى من الحاجة الى النهوض والنهضة، ميراث الكفاح والمعرفة والاصرار. انه منتديات الاعمار وساحات التعمير، حلقات الاعمال والنقاش، محور الانفتاح والتلاقي والشغف بتعليم الناس وتثقيف. لذلك كان على المخرج عمر أميرالاي قبل أن ينتج فيلمه الرجل ذو النعل الذهبي أن يعلم مسبقا أن هذا الرجل لم يأتي من فراغ. بفيلمه الوثائقي اللي أنتج العام 2000 واللي تمحور حول شخصية رفيق الحريري، أراد عمر أميرالاي أن يستعرض العلاقة بين المثقف وصاحب السلطة ورأس المال. أراد أن يقيس المسافة بيناتهم. إنما ومع رفيق الحريري لم يجد أميرالاي لتلك المسافة أي أثر. ما بعرف مع مين عم تحكي، مين الناس اللي بتقعد انت وياهم، بس بدون أدنى شك مرسوم صورة بذهنك عني مختلفة عن الواقع. سلبية طبعا سلبية. أنا محلك ببحث عن الحقيقة، الموضوع له معي ولو ضدي، وما لازم تاخد موقف، لا موقف مع بالمطلق ولا موقف ضد بالمطلق. أنا بعتقد وبكل ثقة إنه أي باحث عن الحقيقة فيما يتعلق برفيق الحريري هتكون النتيجة لمصلحته. وأنا أطلب أكثر من هيك. بحذر المثقف التقليدي من رجل السلطة والمال، حاول أميرالاي مع بداية الفيلم أن يحاكم سيرة حياة الرجل ذو النعل الذهبي، ولكن سرعان ما أدرك رفيق الحريري تلك الرغبة بإطلاق أحكام سلبية بتنسجم مع الصورة التقليدية المرسومة بأذهان المثقفين تجاهه.
سهل الحريري المهم على المخرج المثقف وقدم له مادة نقدية من تلقاء نفسه، فظهر بهالفيلم قريب من الصورة الشفافة اللي اكتملت باستشهاده، واقعي متجرد حاد الذكاء وعفوي بتعامله مع المثقف صاحب الأفكار المسبقة. في هذه المرحلة مرأت بفترة بسيطة بضعة أشهر دائما بذكرها أنا لأولادي ولأصدقائي، فترة الغرور، غرور غير اعتيادي بيشعر فيه الإنسان وبعتقد بيفقد صوابه، بيفقد حكمه على الأمور، وبصير بيعتقد ويحاط بناس بيخلوه يعتقد أكثر إنه هو قمة الذكاء وقمة خفة الدم وقمة الثقافة والعلم والشخصية. بدون أدنى شك أن الغماس بالعمل السياسي وبالجري وراء المال يبعد الإنسان عن داخل نفسه. السؤال شو حصل مع رفيق الحريري؟ حصل الأمرين، أبعدوه عن نفسه ولكن لم يبعدوه نهائيا عنها. باستمرار نفسي بتشدني إلى ما أنا عليه بالأصل. شيئا فشيء بدأ أميرالا يكتشف صورة مغايرة لهذا الرجل، فبدأت تتقلص تلك المسافة النقدية يلي حاول أميرالاي إظهارها وفشل، وما تردد بآخر الفيلم بالإعلان عن عجزه عن إثبات الصورة يلي رسمها مسبقا مع المثقفين اليساريين اللبنانيين حول شخصية رفيق الحريري. ما خشيته حدث بالفعل. في الفيلم تابع طريقه بالتأكيد، ولكن هذه المرة بالشكل الذي طالما تمناه الحريري أن يكون. تقاعسي الغريب هذا والمحير في آن وضعني في موقف حرج أمام أصدقائي الذين كانوا ينتظرون مني أن أحضر لهم رأس الفتنة بدلا من أن أستعرض شجوني التي لا تعني إلا سواي. وهنا علي أن أعترف بأني بالغت بعض الشيء في سرد وقائع ما جرى كي أطفي على هذا النوع من المفاتحات الممل عادة قليلا من الإثارة. مع كل مشاهدة للرجل ذو النعل الذهبي يأخذنا الحنين إلى مرحلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تلك المرحلة التي لم تتقلص فيها فقط المسافة بين السلطة والشعب بمثقفيه وغير مثقفيه، إنما أيضا مرحلة أمكن فيها النقد، أمكن فيها أن يتعرى رجل السلطة أمام الناقد. مع كل مشاهدة للرجل ذو النعل الذهبي ومع كل محاولة لقراءته قد نستخلص معاني أعمق بعمق وحجم شخصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. بالأخير بقى البحصة مش قادر، بس جاوبتك منيحة. جيك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا فيك عن جديد. بالبداية طبعا حضرت الفيلم، بدي ردة فعلك أول ما شفت الفيلم. من زمان يعني؟ طبعا طبعا تذكرت شو كان قايلنا عمر أميرالاي لما كنا عم نلومه ليش عمل هالفيلم قبل ما نشوف الفيلم بباريس. قالنا رحت لأصطاد واصطادني، رحت لأصطاد واصطادني. هاي العبارة بتذكرها بصدد كل العلاقات اللي قامت بين مثقفين معينين كانوا مثلي على الضفة الأخرى المقابلة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا للرئيس الحريري في ذلك الحين، ومع المثقفين ومع الرئيس الحريري. دائما بيروحوا ليصطادوا، انه احنا بدنا نوقعه، نحن بدنا نقول له كذا، بيرجعوا مبهورين فيه. هذا ينطبق على جوزيف سماحة، على سمير قصير، على كتار حتى بمصر. يعني لما انا رفقت مرة بناء على طلب الوزير الحالي الأستاذ صديق نهاد مشنوق على رحلته المصرية الأولى كرئيس وزارة، كان مطروب الرئيس الحريري بتذكر لما التقى مع مثقفين
يعني كان يروح يقضي علاقاته مع السياسيين الاقتصاديين كذا كواجب ويعملها باجتهاد. كان يفيق الساعة 6 الصبح، ينام الساعة 1 بالليل 1:30 بالليل، والباقيين كلهم عم يلهوا عم يتسلوا بمصر، بتاع في مصر بلد الفرح والهيدا. هو كان يسهر، بس راح قابل نجيب محفوظ كان في حالة من الفرح، قال له راي على بيت نجيب محفوظ. بتذكر وشه كيف فرحان لما راح اجتمع مع جماعة الأهرام، قاعد هلا بنحكي بعد شوي عليه. لكن بالنسبة للفيلم، أنا شفت الفيلم من بعد ما كنا عم نلوم إنه أنت يعني مخرج النضال والكذا كذا كذا، قال شوفوا الفيلم شوف كيف اصطادني. أنا ليش عم بتلوم؟ ليش عم بتلوم؟ لا أياما كنا بموقع قلت لك كنا نحن أنتوا بضفة بضفة وكنا يعني دائما بحالة نقد لتصرف، ما كنا بنعرفه بالحقيقة. ما بتعرفه برأيك أستاذ إبراهيم، كيف قدر الرئيس الحريري أنه يقصر المسافة بين هيك رجل السلطة ورأس المال والمثقفين؟ لأنه بعلاقته مع المثقفين ما كان عم بيمثل أبدا، كان على طبيعته عفوي كتير، يعني من خلال المشاهد ابن لثقافي مصري قديمة، يعني مصر الليبرالية، يعني بيعرف عن ظهر قلب نجيب محفوظ وطه حسين كذا. ولما قاله لجوزيف سميحة عم بيتقرب من جوزيف سميحة، قال له أنا ناصري مثلك ما بتطلع فيه كشي تاني. أنا إجا مبهور جوزيف سميحة اللي رايح كمان لا يصطاد ولا المرحوم رفيق الحريري. فبهالإطار هيدا كان بحالته، وكان مثقف حقيقي مثل كل القوميين العرب الشباب اللي مثله بهذيك الفترة اللي نميوا على المد القومي والمد الثقافي فهون القصة هيدي. فبروحوا كانوا بس يتاح لهم فرصة يعملوا أفلام عنه أو يكتبوا عنه أو يقابلوا، يروحوا يقولوا لنا نحن رايحين نشوف نحن ما نفهمه نورجي، مثل ما عمل نور الشريف مثلا مرة قال لي أنا مش عارف شو، التقى مع رئيس فؤاد السنيورة فأفهموا الرئيس السنيورة، مع انه هذاك جاي من موقع ناصري نضالي فني شعبي، والرئيس السنيورة قاعد عم بيحكي بنفس هذا السفر على مصر. كنت انا يعني عم براقب فيها يعني ما مش اكثر من هيك. ليش استاذ ابراهيم في هيدي العداوة دائما بين الرجل السياسي والمثقف، دائما في هالهجوم بالبداية؟ المثقف دائما بياخذ موقف سلبي من رجل السلطة. ليش؟ طبيعته، لانه المثقف يحلم رجل سلطة واقعي. يعني رفيق الحريري لما كان مثقف قلب مسير كان يحلم كثير، حقق كثير من احلامه طبعا، وكان استثناء بهالقصص هيدي، لانه مش كل رجال السلطه ومعظمهم ما بيحققوا احلامهم، بفوتوا مش كلهم مثقفين ولما بيكونوا مثقفين بفوتوا على السلطه بيصيروا رديئين جدا بقلب السلطه. المرحوم رفيق الحريري ما كان بهالاطار هذا، كان انسان فعلا مثقف وعنده احلامه، وقدر حقق احلامه. لكن المثقفين نوعيتنا من المثقفين اللي رافضين كنا لكل شيء وعايشين خيبة أمل كبيرة بعد هزيمة حزيران وبعد غزو إسرائيل للبنان إلى آخره، كان عندنا شك بأي رجل سلطة إنه هذا رجل سلطة يعني مش حيقدر يعمل شيء، بأحسن الأحوال ممكن يحلم ولكن سيفشل ويمشي. بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لهدول الناس، مش بس لما نتعرفوا على الراحل رفيق الحريري، لما نتعرفوا على إنجازاته، مثل أنا مثلا غيرت فكري تماما يوم اللي جيت أول مرة على بيروت بعد غيبة طويلة شفت وسط البلد، حنحكي عنه إذا بدك طبعا شوي. غيرت تماما وكتبت مقال نوع بالمية كولبا، يعني نوع من فعل الندامة، ما كتبته بمجلة الوسط عن تعمير وسط بيروت، معاني السياسية الاجتماعية الحضارية والثقافية بالدرجة الأولى. فنحن دائما ننطلق كمثقفين أنا وغيري يعني ننطلق دائما من عداء لرجل السلطة، وخاصة بالعالم العربي. يعني مثلا ليش نحن معجبين كنا بفرنسوا ميتيرون؟ فرنسوا ميتيرون هو مثقف حقق أحلامه، قلب فرنسا كليتها، شارل ديغول نفس القصة. لكن بالعالم العربي كان هيدا حلم من أيام عبد الناصر، لكن خاب حلمنا تماما بسبب عدة أخطاء وخطايا صارت. مع رفيق الحريري كنا نفس الموقف، يعني رجل أنا أول مرة سمعت برفيق إنه رجل صاحب رأس مال بالضبط بالضبط، يعني وعندنا موقف عداء ضد صاحب الرأس مال نحن بطبيعة الحال بهذيك الأيام. يمكن هلأ ما بعرف اذا بعد فيها العداء عندي او عند غيري، لكن بهذيك الايام طبعا جايين من هيدا. انا بدي احكي لك قصه سريعه، يعني انه اول مره سمعت برفيق الحريري كنت رئيس تحرير مجله المقاصد، الشيخ طه الويلي بيكتب لي مقال اشادي بشخص عايش بالسعوديه لبناني بيعلم الناس، فانا رفضت نشر المقال، مش هيدا طريقه المقاصد على ايامي انا بنشر هيدا. فراح اشتكاني لرئيس ساق مسلم،
قال فين الرئيس صابس؟ قال لي ليه؟ قلت له انا ما بنشر مواد كذا 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 كذا. قال لي انت بتعتبر حالك من حركه التاريخ؟ قلت له قال لي انشر المقال، لانه هذا الشخص اللي انت اليوم مش سامع فيه هذا ضمن اطار حركه التاريخ ورجل كبير كثير ولن تندم لاحقا على نشر المقال. هذا الرئيس صابس قال لي يا سنه 83 او 82 للكريم، كان لسه الشيخ رفيق الحريري مجرد ممول لطلاب عم يتعلموا مش اكثر من هيك يعني بالنسبه لنا. فصابس بوعيه المبكر جدا قال لي يومتها انه هيدا ضمن اطار حركه التاريخ، انشر المقال حتكون انت يا ابراهيم بحركه التاريخ. استاذ ابراهيم برايك كيف قدر الرئيس رفيق الحريري انه يكسر هيك الصوره التقليديه للزعيم السياسي؟ شخصيته، انا برايي بالدرجه الاولى شخصيته. ما ننسى رفيق الحريري كان وما يزال الاخير بين رجال السياسه والفكر السياسي العرب بالقرن العشرين الأخير. أنا برأيي في ناس على حجم لبنان، في ناس على حجم التكاكين، على الزواريب، على الطوائف، على الأحزاب. رفيق الحريري كان على حجم لبناني عربي ودولي، وهذا وعيه المبكر بهالقصة هيدي. بعدين إنسان نشأ من العدم، يعني جاء من الفقر، جاء من لا شيء، جاء هذا ليبني إمبراطورية واسعة بدون ما يؤخذ عليه ما أخذ أخلاقي واحد طول حياته. يعني او نقطه دم او نقطه طمع بصرف النظر، ما فيش طبعا. وهذا هيدا خلته يكون هذا. ثم هو ابن ثقافي، يعني قلت لك القوميين العرب دائما ببداياتهم هن ولاد الثقافه الناصريه بنهايه الامر، ومطلعين على الثقافه الغربيه باعتبار منفتحين على الاخر كانوا، على عكس البعثيين اللي كانوا منغلقين. يعني قصه طويله عريضه. اما القوميين العرب اللي انا ما كنت منهم بحياتي يعني ولا قومي على الاطلاق انا، ولكن انا برائد يعني. فالشيخ رفيق الحريري كان ابن ثقافي حقيقي، ثقافة المد القومي الصاعد، كان يؤمن بالوحدة العربية، بالثقافة، بالفكر العربي، بدور الثقافة ببناء المجتمعات، وهذا اللي آمن فيه هون بلبنان، وهذا اللي خلاه يطلب هو أكثر الأحيان يلتقى مع المثقفين اللي الزميلة مريم حكيت عنهم، اليساريين خاصة، لأنه كان هو ابن خفية، كان ابن ثقافة يسارية، مش ابن ثقافة يمينية. يعني. استاذ إبراهيم، أنت أيمتى غيرت رأيك فيه؟ يعني ضليت لزرت بيروت من بعد؟ لا، جيت عشت ببيروت سنة 2000، أول مرة قعدت بمقهى ببيروت وتغدينا بمطعم بلاس دي لتوال، كان افتتاح المطعم، كنت قاعد انا وجوزيف سماحه وربيع جابر واعتقد محمد علي فرحات. قلت لهم يا جماعه انا ما بقى في يكون معادي لرفيق الحريري. وايمتى التقيته اول مره؟ لا، قبل بكثير التقينا، ولكن دائما عندي بس مسافة. ما قدر يكسر لك هيدي الصوره الا لما جيت وشفت. لا، كنت عم براقب، لكن انا كنت عنيد شوي. ثم هو لم يبالي فيي، يعني انه مثلا ابالى بجوزيف سماحه كذا بالنجوم، انا مني نجوم، طول عمري انا مراقب من بعيد. فهو التقينا وحكينا وتناقشنا عده مرات، وبتذكر كلمه عم بيقول لي اياها مره وقلت له جربني وحتشوف اني، قال لي ما فيش انسان ما له ثمن. كنا عم نحكي بصدد صديق لنا، قلت له هذا ما بينشر، قال لي ما فيش انسان بس في ناس بتمنوا حالهم اكثر ما ممكن ندفع لهم. هذه الكلمة ما بنسيها وضحكنا، كان عم بقولها هذا بمصر كانت كمان. فأنا التقيته عدة مرات يعني، ولكن ولا مرة كنت أنا رغبان باللقاء أنه يتطور لأي شيء تاني، شغل أو عمل أو ولا شيء. ولا مرة كان عندك يمكن نتفة ليوني أنه تكسر عنادك لتغير؟ لا، أنا عنيد. أنا لما شفت إعمار بيروت تمشيت بوسط بيروت قلبت تمام، قلت هيدا رجل بناء، وكتبت مقال يومتها بجريد غير مقالي عن وسط بيروت، كتبت مقال بعتقد بزاوية ذاكرة القرن العشرين بجريدة الحياة، شبهته فيه بطلعت حرب بمصر. طلعت حرب اللي هو باني مصر الحديثة، الاقتصادي اليميني الكبير الذي بنى مصر كذا، وهون انقلبت القصص، ولكن ضلت المسافة موجودة، لأنه أنا بطبيعتي، وهذه بيعرفها رئيس تمام سلام عني وبيعرفها إنه هذا المشنوء بحفظ الألقاب، ما بقرب الأصدقاء إلا ما بيكونوا بالسلطة. ما بقرب أبداً، مش لأنه شيء، لأنه أنا ما بحب السلطة، بعرف إن السلطة تقهر اللي بيمارسوها، وأنا ما بحب شوف صديق لي مقهور. اوكي، هلا بالحديث عن بيروت، بيروت كانت المدينه الاحب على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هو يلي ادرك انه طي صفحه الحرب ما بتكتمل الا باعاده اعمار وسط بيروت، فالوسط هو القلب النابض والجامع لكل اللبنانيين من مختلف انتماءاتهم. اعاده اعمار وسط بيروت شكل لوحه فريده بالعماره جمعت بين الاصاله والحداثه. بيروت بالذاكره، تقرير منتابعه سوا. يا قومي شعبي بقلبي البيوت، يا
5000 سنة من الحضارة ويمكن أكتر. سميها الفينيقيون زهرة الشر وأطلق عليها الرومان أم الشرائع. وصف العثمانيون بالدرة الغالية، أما نزار قباني فلقبها بست الدنيا، وبتبقى بيروت من الحبايب وزهرة الياقوت بصوت فيروز وألحان الرحابني. ساحة النجمة إلى مقاهي الحمراء وأسواق المدينة العتيقة، كان نبض عاصمة لبنان مختلف عن العواصم الأخرى. بأوائل القرن الماضي سرعان ما تحولت بيروت إلى مركز ثقافي وملتقى الأدباء والمفكرين والفنانين ونقطة استقطاب سياحية مالية واقتصادية، فلقبت بسويسرا الشرق إلى أن أصابتها لعنة الحرب الأهلية. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت. 15 سنة من النار والبارود دخلت فيهم بيروت بجنازة ما بتنتهي، وما بقي من أم الشرائع والعاصمة العاشقة للفرح إلا مسحة حزن وكمشة ركام وعشب متوحش ورائحة الموت. إعادة بناء وسط بيروت كان التحدي الأكبر للرئيس الشهيد رفيق الحريري، فلا يمكن مواجهة ثقافة القتل والدمار إلا بالبناء والإعمار، والعاصمة هي الرمز. وبسرعة قياسية فاجأت الداخل والخارج، رجعت بيروت عروسة الشرق وأيقونة الفرح.